يتوافد الجماهير الكويتية منذ الأمس وحتى اليوم على منفذ العبدلي الحدودي للعبور نحو مدينة البصرة العراقية لحضور مباريات خليجي 25 وسط إجراءات سهلة وسلسة. والله المنتخب يشدون حيلهم يفكرون بالفوز، جماهير ما شاء الله عدد كبير وراكم ساندينكم، حنا انتوا صغار بس ان شاء الله ثقتنا فيكم كبيره وانتم كبار ان شاء الله اكيد متفائلين، فوزوا ما لكم شغل من نتائج ثانيه. ان شاء الله التوفيق حق منتخبنا الكويت والله يسهل الامور ان شاء الله والله يعطيكم الف عافيه. فالهم الفوز وان شاء الله التوفيق، هم ان اخواننا البحرينيين بس ما اتوقع لان البحرين ترى خصم قوي. ومعنا مباشرة من منفذ العبدلي مراسل تلفزيون دولة الكويت الزميل فهد التركي، مرحبا وأهلا بك، حياك الله معنا في النشرة الرياضية في تلفزيون دولة الكويت. قبل انطلاق البطولة وأثناء العراقية الجماهير الكويتية والخليجية تعبر نحو مدينة البصرة، حدثنا عن الإجراءات، هل هناك تسهيلات في العبور؟ مساء الخير زميلتي فاطمة، تحية لكم ولمشاهدي تلفزيون دولة الكويت. فعلا منذ الصباح الباكر والجماهير الكويتية والخليجية تتوافد على منفذ العبدلي شمال دولة الكويت في سبيل المشاركة في منافسات خليجي 25 وبالذات في هذا اليوم الذي يخوض فيه منتخب الكويت الأزرق واحدة من أهم المباريات له عندما يلتقي في الساعة 6 مساء المنتخب البحريني للحصول على بطاقة التأهل للدور نصف النهائي في دورة خليجي 25. يأتي ذلك في ظل جهود كبرى تبذل من قبل رجال وزارة الداخلية في منفذ العبدلي في سبيل تسهيل كافة الإجراءات الرامية لدخول الجماهير الكويتية والخليجية للعراق تحديدا البصرة للمشاركة في خليجي 25 لتسليط الضوء بشكل أكبر على إجراءات وزارة الداخلية في منفذ العبدلي وتسهيلهم لدخول وخروج الجماهير الكويتية والخليجية. يسعدنا بأن نلتقي بالعقيد وليد العزمي مدير منفذ العبدلي، مساك الله بالخير العقيد وليد، جهود كبيرة يعني تبذل في منفذ العبدلي من قبل من قبل رجال وزارة الداخلية وعلى مدار الساعة في سبيل تسهيل دخول وخروج الجماهير الكويتية والخليجية. كيف كان المشهد اليوم قبل ساعتين وأكثر لمباراة منتخب الكويت ومنتخب البحرين؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، أول شيء نرحب فيكم هني عندنا في منفذ العبدلي باسمي واسم وزارة الداخلية. طبعا حسب توجيهات سيدي معالي النائب الأول ورئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والدفاع بالإنابة بتسهيل كافة الإجراءات الأمنية بالنسبة لجمهور خليجي 25 الكويتيين والخليجيين وتذليل كافة الصعاب لجميع الجمهور ومرتادي المنفذ والمسافرين وتوفير جميع سبل الراحة. نعم. يعني هل هناك إحصائية لدخول وخروج الجماهير التي ترتاد منفذ العبدلي في خلال الأيام الماضية وتحديدا اليوم؟ نعم صحيح، الإحصائيات قاعد تختلف عندي من يوم إلى آخر. نتكلم الإحصائيات في بداية الأمر من تاريخ 28 بداية افتتاح المنفذ إلى يومنا هذا، الإحصائيات تتفاوت وبتزايد. طبعا عندك اليوم أتوقع أن الإحصائية لم يسبق لها مثيل لمنفذ العبدلي، يمكن راح تتجاوز 15 إلى 20 ألف بالنسبة للمغادرة بالنسبة للجمهور الكويتي والخليجيين. الأيام السابقة كان هناك طبعا عدد لا يتجاوز 6000 أو 7000 على حسب الأيام ونوعية المباراة وحسب الحضور الجماهيري بالنسبة للكويتيين والخليجيين، لكن اليوم أنا أتكلم عن اليوم بالذات مثل ما تشوفون الوضع عندنا في المنفذ ما شاء الله تبارك الرحمن إقبال جماهيري لم يسبق له مثل ما قلت، بالنسبة للعوائل، بالنسبة لباصات، بالنسبة للجمهور الخليجي، بالنسبة للجمهور الدول الأخرى الكويتيين و
ومثل ما انت شايف الامور ان شاء الله مستتبه، والامن اللهم لك الحمد مستتب، والاجراءات حسب التوجيهات الصادره بتسهيل كافه الاجراءات الامنيه لجميع المشجعين. العقيد وليد، يعني ما شاء الله بالرغم من زحمه الجماهير وتوافدها بقوه لمنفذ يعني العبدلي، الا ان يعني ما شاء الله سلاسه بالاجراءات ويعني يعني ضبط الامن بشكل كبير، هذا في جانب. في الجانب الاخر، ما الكلمه التي توجه اليوم للجماهير الكويتيه والخليجيه من منفذ العبدلي في دوله الكويت؟ نعم صحيح، أنا أبي أوجه كلمة للجمهور الكويتي والخليجي. يسامحونا اليوم على بعض التأخير اللي قاعد يتم في منفذ العبدلي، لكن هذه أمور خارجة عن الإرادة. المنفذ بكامل طاقته الاستيعابية من بالنسبة لوزارة الداخلية وأيضا الإدارة العامة للجمارك، لكن مثل ما قلت لك الوضع لم يسبق له مثيل من قبل بالنسبة للجماهير ومرتادين المنفذ، لكن يسامحونا شوي على التأخير، وإن شاء الله نبذل قصارى الجهد لتوفير كافة السبل للجمهور لوصولهم إن شاء الله ومشاهدة المباراة بكامل الأريحية. العقيد وليد العازمي مدير منفذ العبدلي، كل الشكر لكم ولجهودكم الكبيرة التي تبذل في سبيل تسهيل دخول وخروج المغادرين، يعني كافة الجماهير الكويتية والخليجية من وإلى الكويت. الله يعطيكم العافية إن شاء الله، ومشكورين وجهودكم رأينها احنا هني ومشكورين، الله يعطيكم العافية. شكرا زميلتي فاطمة. يعني هكذا كان المشهد لدخول الجماهير الكويتية والخليجية في منفذ العبدلي، نتمنى كل التوفيق للأزرق الكويتي اليوم في مباراته أمام المنتخب البحريني. نعم، هذا كل ما لدينا من منفذ العبدلي، نعود إليكم واستديو الأخبار. كل الشكر للزميل فهد التركي مراسلنا من منفذ العبدلي الحدودي.